مشاهدينا، تساهم جائزة اتصالات لكتاب الطفل التي تعتبر الأبرز من نوعها بالمنطقة في الاستثمار بالطفل العربي وبناء مستقبله، وفي نفس الوقت تضمن برنامج تدريبي يهدف إلى صقل وتطوير مهارات الشباب لإيجاد جيل جديد من المواهب العربية الصاعدة. لتسليط الضوء أكثر مشاهدينا على هذه الجائزة ومجرياتها، يسعدنا هذه المشاركة الهاتفية مع الأستاذة مروة العقروبي، رئيس مجلس إدارة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين. مساء الخير أستاذة مروة. مساء النور، حياك شاء الله معنا. الله يحييك. للحديث أكثر أستاذة مروة عن هذه الجائزة، واللي أكيد اعتاد المجلس سنويا على تنظيمها لصالح الطفل العربي ولصقل مهاراته، متى انطلقت هذه الجائزة وأهم أهدافها؟ انطلقت جائزة اتصالات لكتاب الطفل في 2009، وهي كانت بمبادرة من الشيخ بدور بن سلطان القاسمي، المؤسس والرئيس الفخري للمجلس الإماراتي لكتب اليافعين، وطبعا من اسمها هي برعاية شركة اتصالات. وهذه الجائزة تهدف، التي تعد من أهم الجوائز في مجال أدب الطفل العربي، إلى دعم صناعة كتاب الطفل في العالم العربي والارتقاء به، وتكريم كتب الأطفال المميزة التي تتناول مواضيع معاصرة تثري أدب الطفل. بعد تهدف هذه الجائزة إلى تحفيز الناشرين والكتاب والرسامين للإبداع في مجال نشر والكتابة للأطفال. طبعا اهتمامنا مركز باللغة العربية، ويعني لأن واقع كتاب الطفل في الوطن العربي طبعا، والأطفال هناك عزوف كبير على الكتاب العربي، لذلك كانت من أهدافها هي تلبية الحاجة لكتب يعني ترتقي ويعني تكون في مستوى عالي من الكفاءة. كل هذه التحديات اللي قلتها، انه اتى يعني الهدف الرئيسي كان انه من تأسيس هذه الجائزة. أستاذة مروة، في الدورة الخاصة بالجائزة في 2013 صار في إعادة هيكلة للجائزة وتوسع كبيرة وزيادة فئات جديدة أيضا للجائزة، لو تكلمنا أكثر عن هذا التغيير اللي طرأ على الجائزة في دورتها الخامسة. في الدورة الخامسة لجائزة اتصالات طبعا غيرنا من هيكلة الجائزة، لأن عملية صناعة كتاب الطفل تمر بمراحل عديدة. يعني في فئات مختلفة اللي هي تدخل في مجال صناعة النشر، تبدأ من مؤلف ورسام والمخرج وانتهاء بالناشر. لذلك يعني قمنا بإعادة الهيكلة حتى نقوم يعني بمكافأة، أو إن نغطي الفئات كلها المساهمة في هذه الصناعة. طبعا يعني إعادة هذه الهيكلة لتكريم وتقدير طبعا جميع العاملين في هذا المجال من مؤلفين ورسامين ومخرجين وناشرين، وهذه الهيكلة كانت ضرورية لتحفيز جميع العاملين في صناعة كتاب الطفل. للكشف عن مهاراتهم، وإتاحة الفرصة طبعا أمامهم للحصول على التقدير الذي يعني يشكل قد يكون يشكل حافز أمامهم للمزيد من الإبداع والاستمرار في صناعة مثل هذه الكتب. طبعا الفئات التي يعني قمنا باستحداثها هي طبعا 5 فئات: فئة كتاب الطفل، وفئة كتاب اليافعين، وفئة أفضل نص، فئة أفضل رسوم، وفئة أفضل إخراج. والقيمة الإجمالية لجائزة اتصالات لكتاب الطفل، قيمة مجموعة الجوائز هي 1,000,000 درهم إماراتي، وتوزع لهذه الفئات. بالنسبة للدورة الحالية، متى سيتم الإعلان عن الأعمال المشاركة الفائزة؟ طبعا الدورة الحالية سوف نكشف عن الفائزين والإعلان عن الأعمال الفائزة خلال فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، راح يكون في 4 نوفمبر إن شاء الله مركز إكسبو الشارقة. ومن خلال طبعا برنامجكم ندعو جميع المهتمين بأدب الطفل للحضور حصل الإعلان عن الفائزين بجائزة اتصالات إن شاء الله. كل الشكر لك أستاذة مروة العقروبي، رئيس مجلس إدارة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، للحديث أكيد عن هذه الجائزة، عفوا، أكيد لصالح الطفل العربي.
شكرا للتوضيحات والتفاصيل اللي ذكرتيها. مشكورين وما قصرتوا. شكرا.